مرحبا يا أصدقائي في قناة يثرب ليتل أينشتاين. اليوم رحلتنا لشرح درس مساحة متوازية الأضلاع في الفصل في مرحلة الأول الإعدادي، الفصل الثاني، الوحدة التاسعة، من تقديم طالبة غدير هاني. قانون مساحة متوازية الأضلاع هو مساحة متوازية الأضلاع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع بالرموز م تساوي ق ضرب ع، حيث م هي المساحة وق هي القاعدة وع هي الارتفاع. الآن أجري مساحة متوازي الأضلاع المجاور. أولا سوف نضع القانون. مساحة متوازي الأضلاع يساوي القاعدة ضرب الارتفاع، حيث القاعدة تساوي 60 والارتفاع تساوي 40. والآن سوف نضرب القاعدة في الارتفاع. 40 في 60 تساوي 2400 متر مربع. والآن لنتدرب يا أصدقائي الصغار أينشتاين الرائعون، أوقف الفيديو عند السؤال التالي يمكنك حله. احسبي مساحة متوازي الأضلاع المجاور. أولا سوف نضع القانون. مساحة متوازي الأضلاع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع، حيث القاعدة تساوي 60 والارتفاع تساوي 30. سوف نضرب القاعدة في الارتفاع. 30 في 60 يساوي 1800 متر مربع. الآن قيمي إجابتك. كم حصلتي من 3 في التعليقات، وإذا أخطأتي في الحل فلا بأس، لكن شاركينا سبب إخفاقك لنتعلم معا من أخطائنا. وأتمنى أن استفدتم من الدرس، وإلى اللقاء.